فقد ما كانت ليله حزينه للانجليز فكانت زي ما حضراتكم شفتوا كده فرحه هستيريه بالنسبه للطليان بالتتويج ببطوله اليورو. والطليان يعني الحقيقه مجانين كوره زي ما حضراتكم عارفين، شبهنا شويه يمكن في الحته دي، الشعب كله الحقيقه وهي دي كره القدم، يعني في قدره انها تفرح شعب بحاله، حتى الناس اللي ما بتشجعش كوره واللي مش مهتمه بكوره بتعيش حاله فرحه كبيره وبتوحد الصفوف بشكل كبير جدا، وده اللي انتم شايفينه في مشهد من احد ميادين ايطاليا امبارح بعد تتويج ايطاليا في مفاجاه مش هقول من عيار الثقيل ولكنها لم تكن متوقعه. هيشرفنا في السادسه خافيير جاكوبيلي رئيس تحرير توتو سبورت الايطاليه، نتكلم معاه طبعا على فوائد بالجمله الحقيقه الكره الايطاليه من نتيجه تتويجها في البطوله امبارح على حساب الانجليز. طبعا بدايه اهلا بيك على شاشه النادي الاهلي وببارك لك طبعا على فوز ايطاليا وتحقيقها للقب يورو 2020. مساء الخير على الجميع، مساء الخير لجمهور الاهلي وشكرا لقناه الاهلي على توجيه الدعوه لجاكوبيلي للظهور على شاشه قناه النادي الاهلي، نادي معروف في ايطاليا ومعروف في اوروبا. شكرا لكم على توجيه الدعوه لي، فخر لي الظهور على قناه النادي الاهلي وشكرا على التهاني للمنتخب الايطالي، ايطاليا صنعت المجد بالامس وشكرا لكم على توجيه الدعوه لي. الحقيقه يمكن مش الطليان بس اللي كانوا واقفين في ظهر منتخب ايطاليا لكن جزء كبير جدا من جماهير الكره في مصر امبارح كانت بتشجع ايطاليا. خليني الاول ارجع بيك فلاش باك 24 ساعه قبل بدايه البطوله، هل انت شخصيا كنت متوقع وصول ايطاليا لمنصه التتويج؟ في حقيقة الأمر أنا كنت أنتظر بطولة كبيرة من إيطاليا، الفوز بالبطولة شيء آخر، لكن إذا كنت تريد السؤال لن أنتظر فوز إيطاليا بالبطولة وتقديم هذا الأداء، لكن كانت لدي ثقة كبيرة في مانشيني وثقة كبيرة في مجموعة اللاعبين الذي يقدمهم روبرتو مانشيني والذي قدمهم مانشيني إلى العالم وكل أوروبا. مانشيني وصل إلى إدارة الفريق في 2018 بعد الخيبة الأمل الكبيرة بعد كأس العالم وعدم تؤهل جامباولو فينتورا، وقام ببناء فريق عظيم بقيادة بونوتشي وكيليني وكييزا ودوناروما الذي أظهر مدى قوته الذي لديه فقط 21 عاما، وقد شاهدنا ماذا فعله بالأمس دوناروما، لكن كنت متفائل بهذه المجموعة.